شيل يا صوت الطرب وابدع بقافي واعلن الفرحة على شاش الجزيرة في زواج مهدي الشهم السنافي الفخامه والزعامه في ظهوره. جوال 050 134 6866. صوت الطرب والدع بقافي واعلن الفرحة على كل الجزيرة في زواج مهدي الشهم السنافي الفخامة والزعامة في ظهوره الفخامة والزعامة في ظهوره. جيت أبارك لك وهني من شغافي وانت يا مهدي لك في الجوز سيرة لك مقام في ضرار العز عالي والقصيد الجزلي يكتب لك شعوره والقصيد الجزلي يكتب لك شعوره. نجملك بلبشتك انك بدر بادي يا امير الحسن لك بسمه مثيره ليلتك يا البدر ما هي بليله عادي يكفي ان النجم منك شع نوره يكفي ان النجم منك شع نوره. والمدح تبوك الشهم وافي هذا ناصر ملف الوجوه المستنيره في جنه الفردوس يا ربي والهي تجمعه بين النبي والصحابه تجمعه بين النبي والصحابه. كيف لا واخوانك اصحاب المبادئ اهل جود واهل نخوه واهل غيره هذا على الفخر يا سدادي ابو ناصر للفزعات بكل ديره ابو ناصر للفزعات بكل ديره. عن عمومك لا تحدث لا توافي كل عم من قلت ما يوجد نظيره الخزاعي فعايلهم تنادي والقروم اللي بنوا للشمس ديره والقروم اللي بنوا للشمس ديره. حامد وخمس نورهم يجلي السوادي من عوايدهم يصيدون الكبير من آل مهدي لهم علم وكادي وارثين المجد والسيف الشطيرة وارثين المجد والسيف الشطيرة. صوت الطرب والدع بقافي واعلن الفرحة على كل الجزيرة في زواج مهدي الشهم السنافي الفخامة والزعامة في ظهوره الفخامة والزعامة في ظهوره. جيت أبارك لك وهني من شغافي وانت يا مهدي لك في الجود سيرة لك مقام في ضرار العز عالي والقصيد الجزلي يكتب لك شعوره والقصيد الجزلي يكتب لك شعوره. نجملك بلبشتك انك بدر بادي يا امير الحسن لك بسمه مثيره ليلتك يا البدر ما هي بليله عادي يكفي ان النجم منك شع نوره يكفي ان النجم منك شع نوره. والمدح تبوك الشهم وافي هذا ناصر ملف الوجوه المستنيره في جنه الفردوس يا ربي والهي تجمعه بين النبي والصحابه تجمعه بين النبي والصحابه. كيف لا واخوانك اصحاب المبادئ اهل جود واهل نخوه واهل غيره هذا على الفخر يا سدادي ابو ناصر للفزعات بكل ديره ابو ناصر للفزعات بكل ديره. عن عمومك لا تحدث لا توافي كل عم من قلت ما يوجد نظيره الخزاعي فعايلهم تنادي والقروم اللي بنوا للشمس ديره والقروم اللي بنوا للشمس ديره. حامد وخمس نورهم يجلي السوادي من عوايدهم يصيدون الكبير من آل مهدي لهم علم وكادي وارثين المجد والسيف الشطيرة وارثين المجد والسيف الشطيرة.